الرئيس نبيه بري الموقر، الزميلات والزملاء الكرام، نظراً للظروف الصحية الذي أمر بها سوف أختصر. إذا بدأنا بالشكل، فغالبية الدول في العالم اليوم تدرس موازناتها للعام المقبل، إلا نحن في لبنان فما زلنا وخلافاً للدستور نتناقش في مشروع موازنة سنة مضى أكثر من نصفها، وذلك من دون قطع حسابات سنوات منصرمة، وهذا حقاً مؤسف وطنياً ودستورياً ومالياً. وإذا انتقلنا إلى الأهداف، نلاحظ من تصريحات أحد كبار المسؤولين إن مسار مشروع الموازنة أتى من أجل تلبية رغبة خارجية بالإصلاح للحصول على أموال سدر المشروطة، لا انطلاقاً من حس لبناني بضرورة معالجة الأزمة، بل الكارثة التي وصلنا إليها. وهذا حقاً مؤسف وطنياً ودستورياً ولبنانياً. دولة الرئيس، باختصار شديد أود أن أتوجه اليوم بسلسلة أسئلة أتمنى الحصول على إجابات عليها. لماذا وضع مشروع الموازنة بناءً على حسابات الأرقام فقط وميزان الربح والخسارة؟ وأين الرؤية الاقتصادية الواضحة التي توضع على أساسها الموازنات؟ ولماذا لا تكون هناك خطة خمسية أو عشرية بدلاً من الاستمرار بالمفرق سنة بعد سنة؟ ألم يحن الوقت يا دولة الرئيس للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج؟ أحد كبار الاقتصاديين الموثوقين قال منذ فترة: حالات الانكماش الاقتصادي لا تواجه بمزيد من التقشف، بل على العكس تواجه بزيادة النشاط الاقتصادي. وعليه فالتقشف المقرر السير به اليوم قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، ما ينعكس سلباً على الحلقة الأضعف في المجتمع. وفضلاً عن ذلك أضيف: هل تتحمل مناطقنا المزيد من التقشف وعلى رأسها عكار المحرومة أساساً والغائبة عن مشروع الموازنة اليوم؟ لماذا لا نقر امتيازات وتسهيلات لإقامة مشاريع في عكار؟ وهنا تطول لائحة الاقتراحات من إعفاءات للمصانع فيها وتسهيلات للقروض لمشاريع جديدة وغيرها من الأفكار. فهذا ما يحسن الدورة الاقتصادية ويسهم في إنعاش وإنماء مناطق مثل عكار، وليس برفع شعار التقشف بوجه مآسينا وحاجاتنا. دولة الرئيس، سمعنا من أكثر من مسؤول عبارة أن البلد منهوب، إن البلد منهوب وليس مكسوراً، وسمعنا اللبنانيين يقولون للمسؤولين: أعيدوا ما سرق من الدولة، بدل فرض الضرائب. وانطلاقاً من هذا الكلام الرسمي والشعبي معاً، نسأل: أين أصبحت حملة مكافحة الفساد؟ ولماذا لم يحاكم أحد؟ أليس الأبدأ أن ننطلق منها لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة والشعب تحت شعار لا عفى الله عما مضى؟
ونذكر بأن منطق الضرائب عادةً يكون لتقديم خدماتٍ للشعب مقابلها، لا من أجل تشليح المواطنين أسمان فسادٍ استشرى وتكبيدهم دفع الأموال من دون خدماتٍ في المقابل، لا في شبابهم ولا في شيخوختهم، لا صحياً ولا تربوياً، لا من أجل تحسين البنى التحتية ولا من أجل تحسين البنى التحتية. وعليه سمة حاجة لإعادة النظر بالتهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية القانونية، لأنها تشكل مصدر إيرادات مهم، وسمة حاجة لرفع الغطاء عن المحميين والمحظيين، وسمة حاجة لرفع ضريبة الدخل أو فرض ضريبة على الثروات بدلاً من الذهاب إلى الطبقات المحدودة الدخل وإلى رواتب وأجور القطاع العام، الذي نقر كذلك بالحاجة إلى تنظيمه كي لا يبقى منجماً لدعم نظام الزبائنية السياسية. وما دمنا نتحدث عن القطاع العام، اسمحوا لي بأن أفتح هلالين لأتحدث عن حقوق الطائفة الإسلامية العلوية. بالطبع لا نحب الحديث الطائفي، وطموحنا الوصول إلى دولة مدنية تأخذ الكفاءات معياراً بدلاً من المذاهب، ولكن ما دام هذا الوضع قائماً فأننا نطالب بحقوق الطائفة الإسلامية العلوية كاملةً في كل المجالات، إذ لا يجوز أن يبقى العلويون يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، ويبقون محرومين من الوصول إلى قسم كبير من الوظائف العامة، رغم الكفاءة التي يتمتع بها شبابنا في التعيينات. وفي التعيينات نصر على أن تكون حصة للطائفة الإسلامية العلوية في وظائف الفئة الأولى والثانية وفي كل الهيئات، علماً إنها حق مشروع وليست منة من أحد ولا على حساب أحد. دولة الرئيس، يبقى الأمل بمشروع اقتصادي وسياسي متكامل نطمح إليه منذ عقود، فعساه يتحقق في القريب العاجل، وشكراً.